حياكم الله. اليوم في انطلاقة برنامج سفراء جائزة أبو ظبي الصغار. جائزة أبو ظبي أنها تغرس في الإنسان الخير وتخليه مستمر على الخير والأفعال الخيرية كما وصانا عليها أبونا زاد الله يرحمه. توجهات الدولة حالياً إلى دعم ملف تمكين الطفل في دولة الإمارات، واليوم وجودنا نحن كسفراء لهذه الجائزة وضمن برنامج سفراء جائزة أبو ظبي الصغار تدعم هذه الرؤية وملف تمكين الطفل في دولة الإمارات.